الصلوات امتحان من تمام امتحان كلمه باسوس
امتحان قد فتحنا كاميابينا احسننا اول درجه هذا تمام امتحانات قد حضرت ابراهيم سيده مرحله الباس بس مفسرين كده سيزره ده كلمه كتشين دي ده كلمون زليك حضرت ابراهيم امتحان بخدا سلنس حضرت ابراهيم الفيح قلع حضرت اسماعيل خربان بارغوس اني رأيت في المنام اني اضحك فانظر ماذا ترى ابراهيم نا خليل الرحمن اسكس بفرو اسماعيل نا يرجى استريت من اوف حضرت محمد في عقبو يرجى استريت من اوف حضرت علي في عقبو يرجى استريت من حضرت حسين في عقبو سوا ديوني نسل بنو الشهيد بچسبو زبح بچسبو قرار قرباني بيش بچسبو قول جل جانسا من نجح وصفر من ما قرباني بيش بس حضرت ابراهيم يا چوب امتحان جيوز مكه مكرمه چيرتك چزان بپير جريتا حضرت حاجران حضرت اسماعيل پاس باپو ده نوبت پتر منا حضرت ابراهيم نا حضرت اسماعيل نا جناب حاضر اسكر پاس باپو ربي اني اسكنت الوردي نارا ما سيدي تكون زندوس وفاس واي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يريد استخمات بيت الله وسلم الله على شو بين وسلم يا واقعي زمزم كتير سواه وانا حضرت اسماعيل سي كامل كيا 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 مرد كنا زمزم يوسف سوى ده حضرت اسماعيل حضرت ابراهيم دقو خدا وند عالم رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين پروردگار ما هنا رخصت نو سوچو مر اولاد چی شرز دمس حضرت ابراهيم 99 سال انتا من يعني ما سال كتون منا خداوند عالم سي حضرت اسماعيل شرز دمس من يعني ما سال انتظار بس 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 انا تو پیدا تو او نه نسكا چونا تو چنا زچا مت پیرنا سکمو تانشیدا خاص بچسو یعنی ما کرنا آسان یعنی آسان دوين بقى يوم أشوفه نمرود من هذا كوني برد وسلام رعنا إبراهيم ذي دي تمام مصيبتنا دي تمام دنبن سننا دي تمام آزمائشنا خدا سيسكي دي تمام امتحانات قد باس بسنا خدا وند عالم سي حضرت إبراهيم لچي داس قال إني جاعلك للناس إماما لا إبراهيم دي تمام امتحان قد باس بنا تا كان هنا امام زن مي لايق سونس الله اكبر نبي سنايم با پیغمبر سنايم با مگر حضرت ابراهيم نا دي تو قرباني نا دمبو نا مصيبت كا رن سني پيكا نيوس مي تو با امامت کو تو پنه امامت کو دو مي حضرت ابراهيم تسل مي پروردگار يا سسنا غره نو بو شرز دي جو پيكا امامت کو شرز دي وانا نير جستيت من سادي امامت بو تير من المشين هزارا لا ينال احد الظالمين لابراهيم قيامت تن من دا ظالم چيب ناما دا ظالم بلا امامت دي اخوة بالكل تمچا منزر بسلي تا دير اخوز فلان خليفاين فلان امامين ظلم بس خون امامين زر ميستن خون امامين زر خليفة المسلمين زر خدا وانا عالم زر درجت ابراهيم يا خدا اشير التنير كتبه هنا الظلم بحيث اوجد التشاية ومن ذريتي ني هنا يستيب بنسا نسر بنك امامتك الاشير هنا فسر دوات لا ينار احد الظالمين يدي امامتي هنا مسنك وامامتي اخدو ظالم كدي لعبه ملكو قيامت تن من تب جمل لنه حكومت تو امام كدينا تخصنا خليفة جرچين امام جرچين متعي بحسنو حضرة شعصيين كان خوشي چكا سبت بعد متعي نكاهنو نكوه رسول جمرا بس حاكمون زو شوكز اس امام مزيز يعني ني غيرنا مجتهين قولت عشير برا امام چنا خليفه انا خليفه زرتو با چوغو حاكم چنسي ميون رستروس متعي بنا كدار اغاسي پود بيتان زر امامات مرحلو نبوت بس جرمه يتبعي لا ينال واحد ظالمين يدي اخدونا امامة درجو ظالم كدي دعوه مرا تنچم حكومت با كرچين امام با حكومت معاوية لا تنچين ده سنبلا تنچين
امام علي الشاهين، حكومت معاويه لا تبجين امام حسن الشاهين، حكومتك يزيد ملعون شاطو دوكشاهين امامك حسن لا تبجين، حكومتك يزيد رعال يزيد دوكشاهين لكن امامك زين العابدين لا تبجين امامك لان ولا آسان مشهور. حضرت سید ساجدین یہ پوچھیں نصر زین العابدین عابد زین العابدین علی نصر می کو جو لقب ما اصل می کو علی امام حسین جا پوچھی کو سوچ اس کے نا پرسی می کو علی اپن علی اکبر علی اصغر علی حضرت امام زین العابدین علی حضرت علی اصغر می کو علی حضرت علی اکبر می کو علی امام سجاد کیا کو جاشی معاویہ سے بیت المال نہ یری حق چیو تو کیوں ہوس اس امام سجاد کیا کو سن سین العابدین کیا کو سن چون سے مال بخور شو بکا مروان لعنه الله علیه والعذاب سے میر پچین علی کری ہے نہ تھوڑی میر پچین علی مروان خبیث بنی امیہ دے نجس العین خلافتن ظلمنا بربریتی سات تنکھن ناجائز ولد الزیرے چیزی حضرت سجاد چیز ہے لے سجاد کتی بابا حسین لا علی من یا من مطلب ستی دنیا ہے نو سجاد فی اقوسی قسل بوئے لو ولدا لی نعتن خدا وند عالم سنگ علا پور جمعنا لا اسمیها ناسي دون سيمي بو عليا عليا غزة وناسي نلا تور جمي نر جمي بو عليا غزة كاسي نلا سمشي يطن دش برد آغا علي مين بو ديسو چا بچائي بس چا حضرت علي مين بو ممبر كتنا محراب لدي بنا كون سي متائي بچكر بي حضرت علي عليه الصلاة والسلام را جمع خود بس نينو معويا عليه الحاويا سي حضرت علي کا لانت تا چوه پر مازال را جمعه خطبه شروع کا علی کا گانی تاثر حضرت علی رحمت اللہ تاثر لانے خطبه آخر پی کسا اختتام پو حضرت علی کا لانے تاپا پیغمبر دی حدیث پو مولدت القربائی میں یہ پو معاویان عشی پا حضرت رسول خدا اسی قسم بھی اسے پا من سب با علی ان فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب با اللہ سوچی بسا علی رحمت اللہ تاثر ناکو سی من رحمت اللہ تاثر این سوچی من رحمت اللہ تاثر ناکو سی خدا رحمت اللہ تاثر این یعنی لے معاویہ کھان سمجھے تو کھان علی رحمت اللہ تاثر این لین جہاں سے خدا وند عالم رحمت اللہ تاثر این حضرت علی محبت بھی کشی یزید علی یزید ملعون سی حکومت پر تیوہ رچی ویس لعبت حاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل كوسيس جنگ بدر بدر نو علي تلوار كنا تبلا سو بنير كغ نشنل كد يد درين تو من بنا كون سي لاچار باجي با لزي كار خدا نور سو هز نشين با ناس كون بدلو لنس جا علي هر نا امامت كن درس كون تا تا علي امامت پر درس كون تا تا هين تھو تا تا هين حافظ القرآن كربلاء ده ملعون كده حافظ القرآن إمبا تحجد في أخ تبري دنغن إمبا في أخ تيرنا وقت غاهر نقول ميجا قا إمبا مارك ميجي إمبا أشهد أن علي ولي الله بإعلاد وإعتقاده من إمبا حضرت علي محبته دزو شمين في عمر في أخ قسي كسر بيوهد من أحبنا مودة القربين وكسر بيوهد من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أولى النعم قال وما أولى النعم قال طيب الولادة ولا يحبنا إلا من طابت ولادته يا عمر في حقس قسل من أحبنا سويتش قسل أهل بيت غلوس بكرنا فليحمد الله خدا الشكر بار غشين كنا يا نور زرد سويتش أهل بيت شرنا محبت بسمين يوتنا كلا خدا الشكر بار غشين لو چا زمانا بما أولى النعم
پروردگار عالم سی نعمت سی نیان غلمین فعین دین نعمت سی نصیب بزر جلب نعمت کو کھل تھوک بپا پروردگار عالم شکر بار بچائین دیکھا یہ چیر پر سلے پر حق بس تریس قیلا بس تریس وما اول النعمی یا رسول اللہ یا اسی زمین سی بزر چھو سی بزر جلب نعمت کو چین زمانا پیغمبر فیق بسی کسل بیو طیب الولادتی کس کس پر مہرنا تحارت یہ بسی چا لا يحبنا اهل البيت الا من طابت ولادته وهي اهل بيت الغنوس بكرچمن مگر گاچگی ولادت پرس کیجس پ پاک نہ نکاح خداوند عالم شریعت اعتبار کا جائش تو سے او فی اولاد کا اس کی نہ میں نہ اهل بیت مودت پر محبت کو ترجمن زر بسلیم عمر ابن خطاب علی نمو بار بار تھمو تنگھن پسی حدیث زرد مودت القربائن لو اجتمع الناس على حب علی ابن عبی طالب لما خلق اللہ النار دنیا انو یت بی میسنگ اگر حضرت علی محبت پو سنیل پی نکھرے دیکھا اتفاق سو سے لس بین پینا خدا سی جہنم کو لن چکچا ہوا ہمارا میرے پاس زرد کسر ہوا دیکھنا لالا شوئے بہنا جہنم انو چاہنا جہنم کو کافر کرنا علی ولایت کو انکار بہن گھڑیل بہن کا دیتیا خدا من دعالی میں جہنم کو لچو خود عمر اسے زرے موت پر قربائی لو اجتمع الناس اگر تمام نیو کا کھرنا جمع بنا اتفاق بنا على حب علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب محبت کا لما خلق اللہ النار خدا لجہنم میو دن چک بچان لینا ضرورت سمجھ بین پاس رہے ابو بکر عمر عثمان سن کا عرفی میدان نیو موسی حمیدی سے کچھ سر کنت مع رسول اللہ فی نصف عرفتا ما پیغمبر نیمو عرفی میدان پہ ہرنا سکلز مسکل تھن و معه ابو بکر و عمر و عثمان و نفر من اصحابه و علی پیغمبر نیمو ابو بکر سید سلو عمر سید سلو عثمان سید سلو ونفر من اصحابه يا اصحاب خير سيصلوا وعلي علي فاق سيصلوا عرفا ميدان سكيل بكا پیغمبر فاق يوت ابو بكر سيوت عمر سيوت عثمان سيوت حضرت علي فاق سيوت يا اصحاب خير سيصلوا پیغمبر فاق سيوت فالتفت الى ابي بكر سين سر موزنا سين التخاب کو چوائز کو سورس ابو بكر بے چا خلافت غصب کو شروع دیگر بجرا ابتدولا گورسولا تمس فالتفت الى ابي بكر ابو بكر طرفنا ودعوا مسلك سيدنا صدق رسول خدا يقصي هذا الرجل الذي تراه لابو بكر كان في علي ثم ولا هذا وزير في السماء ووزير في الارض سر كمش نب قسم كون ني هرنا وزيرين كون ني ولي ني جوجن جرنا جانشينين نب نسا نسكي كو هرنا ني وزير ما جانشينين ذلك سر ان احبك لابو بكر ان تلقي الله وهو عنك راض لابو بكر خالا اگر کھری تم بھی چھو تو بیل قیامت جا اللہ خدا وند عالم بارگاہ نو ولا ولا خدا ولا تھد تو سے رن تو فدی نوبت کو تھوشی بھاو سم سے نا چالا تو سو شیا گے کھری سم لے لو نا فرض علی یان چا سے علی لتا چھو ہے چا ان رضاه رضا اللہ علی تھدنا خدا تھ چاین و ان غضبه غضب اللہ علی لکا سی خاو چھو نا خدا لک خاو چھو فین زرا قصر علی ابن ابی طالب موت کو دیتو شین قرآن کریم میں سورہ نکسل میں والذی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ ان الذین آمنوا سچ کے ایمان چون وعملوا الصالحات رحموا لسبتنا هم خیر البریہ دنیا ان الذن چو فی انسان کرے راستی پتر گئے ما انسان دون ان لوگ ہے اور خداوند عالم پیغمبر کو سی مودت القربائن سید علی حمدانی فی قصدی حدیث کو چھوسے ہو خیر البریت عند اللہ خدا دی دھنو قرآن کریم چی کا سنگو سوچ کی ایمان کیوں وعمل الصالحات رحمل اس بنا فهو خیر البریت کسی پسر جلبہ بھی انزر خدا وند عالم دی آیت تفسیر پر پیامبر فیق کسی کسر بھی ہوئے
خير البرية سوين سين بتر جلبة سوين زشة بيرامبر في حقت يانا ملا سبب كسر جوات خير البرية دي خير البرية عند الله من دا الناس شد كي كخدا وندا عالمي دلو سين بتر جلبة لي دوين من نام في قبره سوتش مزار بنو وتو حضرت علي محبة بكرة كوي ميك بوشرنا ميك بكا أوس آخر ساس بلين دوب علي يوم ولي يوم لا زر كوي آخر ساس بلين دوب خير البرية إن زر حضرت فهم كان جان غشيم سيرنا كان كان لم نوشنا من بين زور صدر دستيكا ما كان الشهزادة إيهرنا تحت بنا ياسي كان ناسي شهزادة لبن ما قلت جسنا بسكونه أهل بيتنا غلوس كل يتنيكا سنسن شو بصره نصوم سنسن شو بصره نصوم بصره نصوم سي شهزادة بادشاه حكومت بو أتو شمفو غربو دنيا سين باسس كيروس جا ده حكومت پر نمور دوگنا يزيد حكومت پر صف صف يرپا كم بار بس هجرت بار بس هجرت بس اونس اونس بسره دوگنا بسره روحسي مزدوري بتا جاق سن بو جرنا بو جنگل چين رسوان سي عبادت و مشغول دو اتا مير چي گرد بسو ده ميلا يرنا مزدور چي مفا بنا قصا يوانا ده مزدور بو مسجد كدوسي تسلو لقبه حضوره بطوره تسلو كل تيسا مزدوري لازبا لازمنا ما مزدوري لازبا سوزنا كوشون سوزنا مزدوري لازبانا سنا جرنا تبس غيانا درهم چيك منت جيك مال درهم چيك منت حسكي اتاف كراتر منغر چي براور لازب تسلو دو ميو تدر خورا درهم نيس من منا خوزه سپرا درهم چيك سوزنا فاين فا درهم نيس ملا روشنن ملا ني حاقه تنه روشن نا حاقه تنه ورا روشنن يوم دوسة آخر هفتة تيجي جونا ثم أنا بيلكون ثوم مثوم منا ده هي بعد مزدور بتسألن سو سألن وانا جنگل چينو جرنا چاپونا چينو دوسة خداي عبادت بين يوم تيجي جري كا آخري جرنا سانس بلين نالو سترخو دين يوصلو سترخو دين يوصلنا خوسي دكا چان سوين چان چين لها سل سل سره تون منا چان تي حالت بنا زمنا ني آخري لمحا دين درين تون ما چان رأي نما سوين زر چسبو منا لني شناح بما سيس بس يفاين درين ما چه رسي حال زر ما سوين زر چسبو زمنا نا حارون رشيد شهزادا سوين زمنا دن يو دو قوانا هر نا كل كامل و دارنا بوز دارس خو شهزادا چه دي حالت بنو جنگل بنو دي چاپو نا بنو دو سانگر نا سترو پر بيوه نوسر تومن کچونه چوچ کچونه هارون رشید فوسی لحظه به سرور چکتا سه پیزو ظالم حکومت چین سوات سرور چکتا سه پیزو ده سرور با خود خود نا کچن زرنا نمی نمی کان سون سون سنا نی بابا هارون رشید بزر اهل بیت حق و پخص بس بکری حکومت نا یل کرنا انگوٹی چک پو منه یا غنا یا جاس مکرین نا یو سم بینا قیامتی جالا اهل بیت حق و پخص بس بی حکومت نا من في سرور چگی جواب بغلا تاما ينچه من پرواز دیگار عالمی دون دیگار چر چر نمین نایا بغلا دیم اللہ ارنا کوچ رو خطان سن ارزو ما شغل تون ما شغل تون زر تان تان رو منا چی تون چی تون زر منا نی حضرت علی علیہ السلام و سلام نی فرق و شخص رو نی سرو خبین نیوز
علي ولايت بكره دوپنا علي محبت بكره دوپنا علي عليه الصلاه والسلام ني استقبال لو سے جنت لو چھبلا السلام عليك يا امير المؤمنين يا علي ابن ابي طالب يا لگی اخری سلام زمانہ کو استرخ پہ بھی ہوئے گا عزیزان محترم ولایت کو جسو شنی ولایت کو یان علی حاضرین چمین ولایت کو لان مچھت کن کن مستوی کسو سے یان علی چمین خدا یہ دون بیلا علا سی چیز رہے یہ ازادار حسین ان زرے ہرنا ازاد حسین جب پہ اسنا علی گوار وچین یان علی حسین فیق پسی بیلا محشر ان عدالت رینا چلا حسین ازادار ان زمانہ ان زرنا وہ علی دشمن کن استوی کچا دو حکومت کو غصب بسے علیش کوخمینو وفي العين شجا وفي الحلق شجا وفي العين قزا وفي الحلق شجا دي ملعون كده سغلا دوتوخ شي بس دوخچوخ ميك بينو ريا چويتوس شكوخ مينو جنا روسبا كارپا بس تال تال تيوني سغلا دوخچوخ زره بس اي سو ده دشمن كده چاستا وي كسو سبيرا قامت شغلا حسينيت کو جھو پي سنا علي ولايت پي انکار بس پیغمبر اکرم پیغمبر خپل چی بسل بول و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا لین یہ اشی پیغمبر پیغمبر یا اسی علی ولایت تو تھن مچوب نا درین تھن من یا اسی تو سے جد و جہد چی بسل نا کیا تھن چوب سے نا روزہ تھن چوب سے نا احکامات اسلامی تھن چوب سے نا گات تھنوی چی تا سے نا غزوہ بدر اینا غزوہ احد اینا غزوہ بنی قینقا اینا غزوہ تبوک اینا غزوہ موتا اینا گات چیری جان چی جان سی تا سے اسلامی پیا گا لشی بس نا علی ولایت پو سین لا تھن چوب سے میں تا یری تمام بس پی عمل سین چوئے مچن سرے خدا وند عالم اسی کا کردو جب پیغمبر سو خرسی چی گی بس پی عمل پو گاما علی ولایت پی کا سینے نا کھٹے پینا یا نغل چیوں یا نغاسی کا عمل پو بسے ہو بیلا رنگھائیں مچی گھرے بچائیں دنی گری ماتم کو بے بیلا ماتم کو بے چند کا حضرت زہرائی پیا خوشی انا لے یہ سنہ چکن یہ سنہ شہید بکھر کدی دشمن کدی ستغیر بسوں سے جادور فائی نظر یا نغل چیزیں چیوں حضرت زہرائی کا بس سمون چاس علی لکھے علی لکھے بیعت با چون چون من نسکوی کا میتا ہے قنفوس لعنہ اللہ علیہ والعذاب عمر اس کون ستاغول میتا ہے میتا ہے سنا پھر پو جن منا اپنا دھکتا ہوں ستاغول ناستا ہے زیرو چو پسو دے زیرو چو سنا محبوس ہوں چو میلو جنے زیرو چو سے حضرت زہرائی سنے رو پاک پنا زہرائی جاں پسی قسل رو علیہ علیہ محسن شہید تو سے کوئی ناستا ہے سهرائي في أقصي عزلك علينا نام سمى تنسير سيهو شهر وشخص وزره شهيد سونس وزره محسن شهيد سونس وزره زس مغر سيهيكا كرنا دلتو خنجي تونس وزره مالا مزس حضرت زهرائي في أقصي لغتل بي وحبكا زهرائي في أقصي سيهيكا كرنا آخر وحبكا علي في أقصي سيهيكا لقو كمنا لقو مالا لن مسول زهرائي في أقصي كرنا دلتو شدو بروشين داقونا ناقو ادنا حضرت علينا زهرائي كرنا آرنا دلتو شيهنا درس لن مروشين دلتو كرنا حياة پا نا دسن کر نا نن من مل چا سچرا تھوچ میں نا علی کیا پلا کھیل لا سن سنا یا علی نا پر سچ میں یا تھوچ میں نا زر زر اچھی شکایت چ مر مے پی زہرا کیا پس نا کو جرنا بالکل مل نہ کس لو میں بڑا حضرت علی کیا پس یا زہرا یا چر زمانہ تفصل میں قسم مل مزے بڑا اخر کا قسم جو یا زہرا یعنی علی قسم لے متا یا لا یعنی لا کو جرنا یا سینے زمانہ سیما تم کو شہید تو سے اترو دي دومون فان چو کان پسیر دي مول اون کدی دي مول اون کاس بیلا سہارا کیا پسی انا غلا زرنا نیر سی وہ شہید بکن کرنا گلوس یت کان کدی محبت تھر کان کدی سوی کچی وا سو گن زرنا یا نا سر دو چی وا سو کو دے رے حضرت عباس علم دار کیا پن اس کو کھرا او تو بغیر گار جو کو کرے شفاعت بسر جانا اسی مولا یا سینو بھائی یا نہیں سنگرنا ذمہ داری دور قیامت ہن و نومی دی نصر بن حضرت علی محبت کو یخشب کو حضرت علی دے کس نہ کرنا مظلوم چھ پڑے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کو حضرت علی یا نبی مولا تو دنیا نو مل گئے پین 19 رمضان نا ضربت و حق بنا قسم نو فزت و رب الکعبہ کعبہ یہ بزن چکن اشیما پروردگار قسم دی علی کامیاب تو سے تیرے قسم نو
يشهد كل كلمة كلا دي ولاية بتشاي بالا إمام حسين يشاف بسوي ولاية بتشاي بالا ولا أدرى إيه سو أدرى فيجر كفو يا نلا خدا وندعارة سيدنا ما سيني ميت ما سي أني تاكل بازار بسوي دوبي سخما يزبون كلمة ما ولاية كلا نمرة كما بتشاي وانا آخر كلا يا ملي كلا ملي كلا ملي كلا نبى شو سوى خدا وندعارة ندعارة ندعارة تروار ندعارة عالم يلي أسبنا حرمنا دنيا عشورا وشقنا نزغاية حضرت علي أسبنا حضرت علي أكبر إن جوانينا نزغاية حسين ابن علي سي لقبة شيكو دابي قلق سي لقبة شيكو هنا دي قاسي حضرت علي عليه الصلاة وحضرت علي أكبر إبارت قاسي مدينة طرف نروح مسي تسلم ويقول يا أبو شو دري حضرت إسماعيل حضرت إبراهيم كتو حضرت إسماعيل يسي حضرت إسماعيل كامل شي بيبا بيبي کا پتی کر بيبا مگر دري ما یہ جوان إبراهيم كنا برشي في مبائل حسين لقو سا چیز زمي حسين بيبي کا پتی زمي ده تمام جرنا حضرت حضرت علی اکبر جوانی جوان کا دلنا ساتا ہوا دلار آرام مائی دا جوانان دین چیو دن آنکھوں میں اسمون کا دینو غیرت احلی بیت شو پی توکر من آیا رب العالم ہر ور جرار آلم مائی دا دوستاران احلی بیت چک دین مجلس حسین و راو سے نبیل قیامتی شارن گے نقل نقل بچائیں گے شار گوئیں گے عصیر ای عمل کت خانی سرور دلار آلم بیل زہرہ جاکتے سے تھاپیں گی سورو مناد تھاپیں ہرنا شفاعت زیر سانی دے مائی سا شفاعت سی بیتار بلائیں گے فرور دلار مائی آگا بہت دستر چیوتنا کور دستر چیو سرائی بلنا آبید بیماری ہرنا بیماری نے سرائی واسطا بیماری اتی آبید بیمار شاب غریبائی نو دوسری اتی ملک بنا تیجر بسی عمر تیجر سے بھی ملا حضرت آبید بیماری کیا پاہشر پالو دے آبید ہرنا بیماری نے نفع فرور دلار عالم نے چیچ بیماری نے شفاہ عاجر کامل اتابع سائر بلائی فرور دلار عالم نے حضرت امام حسین دی مقصد کربلا و یا لکھ چکتا سے ولایت اہل بیت علیہ السلام والسلام کا پابند سو سے ایک رفتن پوگے سے جو سے اومی نسل کا جنو اومی نئی جنو جوان نسل کا جنو دین ولایت پرتن پوگے سے یا سے یہ ولایت پرتن میں لقب کرے وہ ہے رفا بھی توجہ ملا ہے اگراری پرور دکار عالم حضرت سکینہ حضرت زیرہ سلام اللہ علیہ وآلہ دری برخون یہ ہے رویا رہے دری بارگاہ میں سے خدا ہم دارا پرور دکارا کوئی برخانہ دخل کر دینا دار نہیں ہے رہا اور اس کی مولی برخون یا حضرت زیرہ سلام حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ حضرت سکینہ اتھوٹ پہنسا مرکوٹ پہنسا بشو کرنا نظر ہے پرور دینار آرام بھائی سیچ کی تنبو حاجت چوئے تھا کوئی تمام حاجت اخروی و دنیاوی یا سیر بارگاہ میں قبول کسے رب العالمین اللہ پرور دینار آرام بھائی سیچ کی سمالی تعاون چھو تاثر نہ یا سیچ کی سے پہلے تاثر نہ دی حسین علیہ السلام یری غریب سی ہے غریب کا پرور دینار آرام یری ہے نا محمد مصطفی نواسی بھی تسکین چکے سے بھائی تبرک چھو تاثر نہ یا تبرک احتمال نہ احترام چھو سے یا دی مجلس احترام کو قائم یا سے دین میں سماتم داری ہے اگر چھو چھو تو سماتم داری ہے سنہ میں تمام عمل کا دیری بار باہر ہوں قبول و سار بلالم اللہ پرور دکار آلم آخری دعا ولی و ایبیل قیامت جا لمدار ان اللہ ملاب تکا لقب چکن قرآن کریم لقب چکن و احمد علیہ السلام تلی انا محشور قبول من آر بلالم اللہ ربنا تقبل منا انت انت السميع العليم وطلع علينا انت انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين